السلام عليكم. منذ قرن ونصف على الأقل، والأمة العربية الإسلامية ما تفتأ تنشد سبيل التقدم والتجدد والإقبال على المصير، ولهذا فقد ظلت قضية الانبعاث الحضاري هي القضية المركزية في الفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصر، بدءا من جيل رفاعة الطهطاوي فجمال الدين الأفغاني فخير الدين التونسي فمحمد عبده فعبد الرحمن الكواكبي، بلوغا إلى الجيل الحالي من المفكرين العرب. وما يعنيه هذا هو أن سؤال النهضة لا يزال مطروحا اليوم بمثل ما طرح أول مرة، إن لم يكن في صيغته الأولى، أي لماذا تقدم الآخرون وتأخرنا نحن، إن لم يكن في صيغته الأولى ففي جوهره، أي كيف السبيل إلى استئناف الفعل الحضاري والارتقاء إلى مصافي الأمم الحية. ولعل أميز ما تميزت به العقود الثلاثة الماضية في هذا المجال هو بروز مسألة العقل ودوره في النهضة الحضارية كمسألة محورية في الأعمال الفكرية التي اهتمت بالتجديد والتطوير والتحديث. ولا مراء في أن أهم عمل في هذا المجال هو رباعية نقد العقل العربي التي أنجزها ضيفنا المفكر العربي المعروف الدكتور محمد عابد الجابري. أهلا بك دكتور الجابري. أهلا وسهلا. واضح من العمل الضخم الرباعية، رباعية نقد العقل العربي بأجزائها الأربعة، واضح أن مقاصدك نهضوية. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بداءة هو: ما هي علاقة نقد العقل باستيفاء شروط النهضة الحضارية؟ أعتقد أن هذه الإشكالية أجبت عنها في مقدمة الجزء الأول في السطور الأولى، عندما كتبت أقول: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده. لماذا أقول سؤال تاريخي؟ لأنني أعتقد أنه لا أحد من الذين نقدوا العقل من قبل وقد رابطوه بهذا النوع من السؤال الاستنكاري، يعني نحن نتساءل لماذا لم ننهض، أو كما عبرت وعبر السابقون لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا. فسؤال النهضة عندنا مرتبط بهذا الغير الذي نراه يتقدم ونحن لم نتقدم. أما النهضة اليونانية مثلا، ومع أن فلاسفتها درسوا في مصر مثل أفلاطون وغيره، فلم نعثر حتى الآن على أي سؤال من هذا القبيل يقول لماذا تقدمت مصر وتأخرنا نحن. ما فيش هذا النوع من السؤال. مصر الإسكندرية ومصر الفراعنة كذلك، لأنه مصر الإسكندرية امتداد، يعني فينا امتداد لليونان وامتداد أكثر للمصريين، لأنه الهندسة نفسها اللي درسها أفلاطون في الإسكندرية أصلها مصري من الأهرامات وغيره. يعني كذلك العرب عندما فتحوا البلدان في العصر الأموي وبدأت نهضتهم لم يطرحوا سؤال النهضة، بل بدأوا يحققونها من خلال امتصاص واستيعاب الحضارات الأخرى وفي مقدمتها الأقرب إليهم في ذلك الوقت التي هي حضارة فارسية. في أوروبا مثلا، أنت تعرف هذا، أنه النهضة الأوروبية الأولى بدأت في القرنين 11، 12، ثم استؤنفت في 15. وأنا أعتقد أنه إذا رجعنا إلى تاريخ الألفاظ في القواميس الأوروبية لن نجد كلمة نهضة في هذه الفترة، إنما النهضة
كلمة وصف بها شيء مضى وجرى. فنحن ما نحن اللذين نتحدث عن شيء لم يحدث بعد ونطلبه. فهذا هذا هو الفارق الأساسي، هو أن نهضتنا أو ما نريد أن نحققه من تقدم في هذا الآخر الحاضر اللي هو غيرنا. فهذا غير الآخر الغير غيرنا حفزنا من جهة ويعيقنا من جهة أخرى. سنأتي لمسألة عوائق حركة النهضة والمقارنة بين النهضة العربية الأولى وأسباب تعثر النهضة العربية الثانية التي لم تحدث إلى الآن، لكن نريد أن نخطو خطوة خطوة ونبقى في إطار الجزء الأول من الرباعية الذي هو بمثابة البوصلة حسب ما وصفه أحد النقاد بالنسبة للعمل. يندرج عمل النقد العربي في إطار محاولة إعادة كتابة التاريخ الثقافي العربي بروح النقدية، قلت إنها موجهة بمشكلات الحاضر والمستقبل وليست بتوجيه من الماضي، وهي تروم عقلنة السياسة والثقافة والاجتماع العربيين، أي تصفية الحساب مع ركام اللامعقول مثل ما وصفته. واستعرت عبارة هي مبدأ مؤسس لعلم الحديث، قلت فيه بما أن أهل العلم والعلم في ذلك الوقت في عصر التدوين كان يعني علم الحديث والتفسير يقولون أننا عندما نقول إن هذا حديث صحيح فلا يعني أنه حديث صحيح على وجه القطع، بل إنه يعني أنه حديث صحيح على شروط أهل العلم. فقلت يحق لنا التساؤل الآن، هل أن الموروث الثقافي الذي لدينا هو صحيح على وجه شروط الصحة، أم أنه صحيح على شروط أهل العلم؟ لو تفسر هذا السؤال. هو هذه في يعني من جملة مبتكرات المنهجية الخاصة بالثقافة العربية، وهي نقد الرواية، لأن الثقافة تروى شفويا وعندنا وعند غيرنا، يعني سواء في الثقافة العربية أو غيرها في الثقافات الأجنبية دائما الرواية الشفوية تلعب دور. في اليونان الرواية الشفوية كانت تلعب دور في الملاحم، في الأساطير اللي هي الآلهة وزواجها وكذا إلى آخره. احنا الرواية اتصلت برواية الحديث أساسا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كان يجمع من الأفواه، أي من الناس الذين نقلوه بعضا عن بعض ويرددونه في المجالس أو يجيبون بما يسألون، يجيبون به بما يسألون عنه من أمور الحياة يعني. فكان الخطوة الأولى التي كانت يعني منطلق النهضة في ذلك الوقت وارتبطت بالنهضة العربية الأولى، هذه ارتبطت بفكرة التدوين، أي التسجيل، أي الكتابة، أي الانتقال بالثقافة العربية وبالفكر العربي كله من الشفهي إلى المكتوب. فهذا النقل من الشفهي إلى المكتوب، يعني الذي يكتب الحديث ويجمعه ويدونه، كان عليه أن يروي يعني مسانيده، من أين استقى من هذا ومن هذا، كان عليه أن يضع منهجا في تعديل وتجريح هؤلاء الرواة، يعني يأخذ منه أو لا، يوثقه أو لا، فوضعوا مقاييس بعض. فالبخاري وضع مقاييسه ومسلم مقاييسه وآخرون نفس الشيء. فنحن اليوم عندما نقول صحيح البخاري ليس معناه أن الأحاديث المكتوبة في كتاب البخاري أنها صحيحة نطق بها النبي كما هي وكما هو، لا، ليس هذا هو المقصود. قد يكون الأمر كذلك قلة أو كثرة، لكن المقصود هو أن صحيح البخاري أي ما كتبه من أحاديث صحيحة بالنسبة إلى المقاييس التي وضعها هو في الرواية. فإذا الصحة ليست في المضمون، صحة تقنية، الصحة تقنية منهجية، يعني منهجية عنده شروط لصحة الراوي، ما يسمى عندهم بالتجريح والتعديل. فهؤلاء الأشخاص الذين روينا عنهم يعني ثبت عندنا أنه ثقة، يسمونه ثقة، فهذا صحيح بالنسبة إليه. لكن مسلم مثلا اللي هو يوازي البخاري تقريبا،
عنده طرق أخرى في الأسانيد وطرق أخرى في التوثيق، فصحيحه صحيح كذلك، ليس لأن ما قاله صحيح باللفظ وما هو، لا، لأنه الأسانيد أو الطريق التي رسمها أو جمع منها صحيحة. المفروض أن المفروض أنه إذا كانت الأسانيد صحيحة ووصلنا إلى النبي، الأقرب إلى الفكر وإلى الواقع أن نصدق أنه هذاك ذلك ما جرى وذلك ما قال النبي. ولكن من ناحية المنطقية ومن ناحية نقد الحديث نفسه، نقد العلماء الحديث، ليس بالضرورة، لأنه الرواية قد يروي الحديث ككل، قد يروي طرف منه لمناسبة المناسبات، قد يأتي آخر يضيف كلمة أو يحذف، يعني في النهاية الحقيقة في هذا المجال تبقى دائما مطلوبة. ومن هنا يأتي السند الحقيقي الذي يجب أن نعتمد عليه في نظري لإثبات صحة الحديث أو عدم صحته الموضوعية وليس الروائية، وهو القرآن، لأنه القرآن على كل حال مجموع منذ يعني منذ عثمان أو منذ أبو بكر أو منذ حتى النبي، يعني فيه جمع متواصل. فالقرآن يعني إذا وجدنا في نظري أنا إذا وجدنا حديثا بقطع النظر عن سنده، لأن الرواة السند في نهاية الأمر تبقى دائما مشكوك فيها، وهما الأحاديث المحدثين كانوا منتبهين إلى فكرة جميلة، وهو أنه إذا لا يقبلون شهادة شخص، شهادة شخص في شخص معاصر له، فيقولون المعاصرة يعني الجملة بالضبط ما جاتش، لكن المعاصرة خطر، يعني لأنه هذاك عالم وهذاك عالم لا نأخذش لا برأي هدف هذا، لأنه معاصرته ما في عصن واحد منافسة، وكل واحد يكون برز أكثر، أو يعني المعاصرة تعتدي منطقي المسألة. ولذلك يفضلون أنه يأخذ فلان عن فلان عن فلان، ويثبتون أن فلان أو يتيقنون اتصل به إلى آخره، لكن هذا كله يعني مناهج أو طريقة منهجية، وكل منهج يؤدي صلاحية معينة، وصلاحيته بالنسبة لي على الأقل ليست مطلقة. ولذلك فأنا في إطار الدعوات التي تقام هنا وينادى بها في هذا العصر من التخلي عن الحديث أو تركه أو كذا، أو فقط القرآن والقرآنيون إلى آخره، أنا بالنسبة إلي الحديث لا بد منه، ولكن شريطته أن يشهد القرآن بصحته، وكل حديث لا يشهد القرآن بصحته فبالنسبة لي يجب أن يوضع بين قوسين، وهنا تدخل جميع الأحاديث التي لها رائحة سياسية أو مضغة سياسية، من القرآن ما فيش سياسة، فكل حديث يستغل في مجال سياسي أو في مجال حزبي أو في مجال طائفي أو في مجال ما فيش، يعني لا يشهد له القرآن، فكل حديث لا يشهد له القرآن بالصحة فهو بالنسبة لي لا أقول فاسد، لا أقول محل نظر، لا نظر من قوسين، لأنه إذا كان ما يشهدش القرآن إحنا نعمل القرآن أولا وقبل كل شيء وآخر. ذكرت شيء هام، هو أنه بالنسبة للنقد التقليدي للعلم الحديث كان ينصب على السند ولا ينصب على المتن، ولو أن ابن خلدون أتى بعد ذلك وأشار إلى ضرورة النظر في المتن، هذه مسألة أخرى. لكن أشرت إلى عامل مهم، قلت أن التجريح والتعديل أساسه أخلاقي، يعني إذا كان رجل ثقة أم لا، وإذا كان ثقة أم لا، هذا تقييم أخلاقي. ما يهمني في هذا هو مجرد السؤال، وإن رأيت وجها للتعليق عليه فتعلق. ما يهمني في هذا هو أنك في إطار التمهيد لنقد العقل العربي ذكرت أن العقل الأوروبي يفهم العقل اليوناني القديم والعقل الأوروبي الحديث، يفهم العقل على أنه عملية إدراك الأسباب، فتعريفه أو نشاطه معرفي، بينما تحديد وتعريف العقل عربيا هو حمل الإنسان ذي اللب ذي العقل، والقرآن يتحدث إلى ذوي الألباب، على إتيان الحسن وتجنب القبيح، إتيان الخير وتجنب الشر. إذن البعد المعرفي مهم جدا في العملية، البعد الأخلاقي مهم جدا في العملية المعرفية العربية. وفي معرض الاستدلال ذكرت ما ذكره الجاحظ مثلا عن السليقة عند العرب، ذكرت ما ذكره الشهرستاني. سؤالي لك
لأن هذا رغم أنه الحديث كان آنذاك عن عقل العرب في الجاهلية بصفة عامة، كانوا يتحدثون عن عقل العرب في الجاهلية، ألا تعتبر أن الإسلام قد عمق هذه الخاصية، هذه السمة الخاصية الأخلاقية، على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث شهير: إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق؟ هل لعب الإسلام دور تعميق البعد الأخلاقي في العملية المعرفية؟ بطبيعة الحال كل دين إلا وهو دين أخلاق أو كتاب أخلاق، يعني الدين مجاله الأخلاق وليس المعرفة الفيزيائية ولا الطبيعية ولا شيء آخر، هذا شيء طبيعي. لكن لنرجع إلى السؤال الأول بتعلق بالتعديل والتجريح، بطبيعة الحال التعديل والتجريح هذا ميدان يختلف فيه الناس، فقد يعدل بعضهم شخصا معينا وقد يطعنوا فيه أو يجرحوا أشخاص آخرون، وهذا موجود بكثرة، موجود بكثرة. لكن المهم في هذه المسألة، مسألة التعديل والتجريح، هو أن الحكم في النهاية للعقل، لأنه الشخص الواحد قد يعاشره أناس في فترة معينة ولا يكون شخصا عدلا فيعدلونه برواياتهم، وقد يكون شيئا آخر. ثم هذه المسألة طرحت بطرح مأساويا في زمن الفتنة الكبرى، حيث تقاتل الصحابة كبار، تقاتلوا وقتل بعضهم بعضا، ويعني الذي قتل الآخر المسلم ارتكب كبيرة، فيعني ماذا نقول في هؤلاء الناس؟ فهنا كان الأمويون والخوارج معك أيضا كانوا يمارسون نوعا من الأرهاب الفكري، ويقولون لشخص: ماذا تقول في معاوية؟ فإذا كان هذا من الأمويين أو كذا، يعني إذا قال موقفه صحيح أو كذا معناه أنه سيقتل، إذا قال العكس معناه أنه علي. فكانت فتنة، ومن هنا نشأ الخوارج، وقضية تكفير، قضية مرتكب كبيرة. الحل العقلاني الذي جاء لهذه القضية هو لمؤسس، أحد مؤسسي العقلانية العربية الإسلامية، اللي هو واصل بن عطاء، فطرح القضية وقال: هؤلاء الناس فيه ناس قتلوا ناس، فيه مخطئ، ولكن لا بالتعيين، لازم يكون واحد مخطئ فيهم، لكن أن أعين شكون الله أعلم. تماما كما يحدث عندما يتهم رجل زوجته الفاحشة وتنكر، وهو ليس عنده شهود، فمن العمل على حسب نص القرآن يشهد أنه لم يفعل 4 مرات شرفه، وفي الخامسة يقول: وعن الله على الكذب، الخامسة أن على الله على الكذب، وهي كذلك تشهد بصدق دعواها وتختمها بالخامسة أن على الله على الكذب. هذا ما يسمى بالمتلاعنين. لماذا؟ لأنه ما عندناش، ليس لدينا ما نفصل به الحق عن غير الحق في دعوة هؤلاء. فهذا بالنسبة لواصل بن عطاء يشبهه ما حدث في زمن الفتنة، أنه فيه واحد، فيه ناس ماتوا، فيهم اللي قتلوهم، لكن لا نعرف من الحقيقة، أو الحقيقة مختلطة. ما هو الحل؟ الحل هو أنه أن نقول فيه إدانة ولكن لا بالتعيين، ولكن بما أنه لا بالتعيين فيجب أن لا نعدلهم وأن لا نروي الحديث عنهم. ومن هنا الأمر المعتزلة تركوا الحديث جانبا كله، لأنه عن من سنروي عن الصحابة، والصحابة تقاتلوا، إذن فيه شك، إذن ماذا فيه شك؟ لأنه سنروي حديث عن هذا الفريق ربما يناصر فريقه ويطعن في الآخر إلى آخره، فتركوا الحديث لهذا السبب، أنه الحديث كله بما أنه يعتمد على الرواية، وبما أن الرواة كلهم بما فيها صحابة الرسول في هذه الفتنة التي أصابت الناس كلهم، فنحن نترك الحديث كله. هذا الحل العقلاني اللي وجدوا واصل بن عطاء، وعلى أساسه المعتزلة لم يكونوا يعتبرون الحديث كأساس في المجال، الأساس هو القرآن.
القضية الثانية إذا أردت أن تذكرني. القضية كانت بالنسبة للتحديد العقل العربي. بالعقل، العقل هو بالنسبة للغات الأجنبية، بالنسبة للفرنسية مثلا لا ريزون، لا ريزون ولا راسيو، راسيونيل، راسيوناليزاسيون إلى آخره. فهذه الكلمة معناها الروماني مرتبط بالحساب، حتى تقول هذا الراسيون نتاعي، يعني الطرف نتاعي ولا خو الطرف نتاعي ولا نصيب يعني. ففي الراسيون هنا بمعنى الحساب، راسيوناليزم اي العقلانيه معناها اي حساب، اي تتعامل بحساب بسبب النتيجه واش غادي يعطي، واحد زائد اثنين زائد ثلاثه تساوي كذا، ما فيش. فهذا حساب، هذا هو المؤسس الاول لمفهوم العقل والعقلانيه في الغرب. احنا عندنا مؤسس اخر وهو عقل يعقل. دخل رجل على النبي فكما هو معروف، فكان اقترك ناقته خارج المسجد، ساله النبي ماذا فعلت بها؟ عقلتها؟ قال لا، قال اعقلها وتوكل. من عقلها؟ اربطها. فالعقل عندنا هو الربط، تربط شيء، تربط الناقه باش ما تتحركش، تعقدها في هذا رجليها، والمعنى الاخر تربط نفسك، تعقلها حتى هي تربطها بالحبل باش ما تعملش الاشياء التي هي غير معقوله او غير مطلوبه الى اخره. فالعقل في العقل بمعنى، لا بمعنى حسابه كما هي عند الغرب، بل بمعنى حباسه. يعني حبس نفسك، وحبسك في العقل هنا حبس يعني الحبس يعني كف نفسي عن الأهواء وعن ما لا يصلح، وعن فهذا. ولذلك فهذا المصدر الأول أخلاقي، حبس النفس عن الأهواء. فهذا مفهوم العقل في الثقافة العربية في جميع الميادين كلغة، وحتى في يعني ما عدا في الثقافة الفلسفية عندما رفعوا من العقل فجعلوه في الفلسفة الأفلوطينية والأفلاطونية عقل من عقول السماوية، هذا شيء آخر. لكن في المجال العام العقل هو هذا النوع من الربط، وهذا النوع من الحبس، وهذا النوع من الاتصاف بمحاسبة النفس. ومشيت معها مع الصوفية، مع غيرهم، مع جميع الاتجاهات، كان هذا البعد الأخلاقي المتعلق به. ولذلك فالمعرفة عندنا في الثقافة العربية هي المعرفة التي تخلو من المشين، من الشيء المشين، والحق هو ما هو غير مشين. اليوم في الثقافة الأمريكية وفي الثقافة البراغماتية الحق هو ما ينفع، الضرائعية والبراغماتية، الحق ما ينفع. احنا لا، ما ينفع مش بالضروري خير. لذلك في فرق في اتجاه الثقافات وفي اتجاه التفكير بيننا وبين الحضارة الأوروبية وبعضها العقل، وكما أن هناك فرق بين الحضارة الأوروبية والحضارة الصينية وبين البوذية وبين يعني حضارات تختلف، لكل منها لها يعني أشياء تعتبر كمؤسسات. وإن كان التداخل الثقافي، ولا أقول الصراع ولا أقول الحوار، هذا كل كلام يعني وقتي ما عنده معنى، التداخل الثقافي الذي يحدث بدون إرادة وبدون دعوة وبدون خطاب، يحدث بدون شعور، هو الذي يكون تاريخيا. هذا التداخل التاريخي هو الذي يقرب بين الثقافات وبين مفهوم العقل عندي وعندك وعند الآخرين، وكلما زاد الاتصال كلما زاد هذا النوع من التقريب إلى آخره. هذا كان له تجل، ربما ليس واضح وضوحا تام، لكن كان له تجل في وضع قواعد الفقه ثم علم أصول الفقه عند الشافعي. أنت تستشهد بقول فخر الدين الرازي بأن نسبة الشافعي لعلم أصول الفقه كنسبة أرسطو أو أرسطاطاليس مثل ما كانوا يسمونه بالنسبة لعلم المنطق، علم العقل يعني الفلسفة، ونسبة الخليل بن أحمد لعلم العروض وفي النحو والعروض وسيبويه للنحو. وتقول أنت أن أهمية القواعد التي وضعها الشافعي بالنسبة لما تسميه بالعقلانية العربية هو بمثابة أهمية القواعد التي وضعها ديكارت للفكر الفرنسي ثم العقلانية الأوروبية الحديثة. كيف ذلك؟ هو معروف أن المنشئ علم الأصول ومؤسس علم الأصول في الفقه اللي هو في التشريع، منطق الفقه، منطق التشريع يعني
منطق فهم القرآن، منطق التأويل تاعه فقهيا أساسا، هو الشافعي، لأنه كما قلنا من قبل كانت المعرفة رواية ودراية، أي كان هناك أهل الحديث وكان هناك أهل الرأي. أما أهل الحديث فهم يعني يقول الإمام مالك، وأهل الرأي أبو حنيفة. وهذا شيء تبرره الظروف. إمام مالك عاش في المدينة في بيئة الرسول، فإذا كان يلتقط الحديث من الأفواه مباشرة. أبو حنيفة كان يعيش في العراق، والعراق على كل حال كانت بعيدة وشعب جديد وفي مختلط، فكان الرأي هو الأنسب، فكان أبو حنيفة يستعمل الرأي أكثر مما يستعمل الحديث. بل إن حتى أبو حنيفة يقال إنه لم يكن يسلم إلا ب17 حديث أو شيء من هذا القبيل، في حين أن الإمام مالك يعتمد كله على الحديث. طبعا هذان صنفان يقع كل منهما على طرفي نقيض، مع الحياة وتطورها يحدث البحث عن موقف وسط، وهذا ما حدث مع الشافعي. فهو من جهة تلميذ لأبي حنيفة من ناحية، لكنه في نفس الوقت لم يبتعد عن الحديث وعن الإمام مالك، وخصوصا عندما كان في العراق كان أكثر ميلا إلى فقه أبي حنيفة أو إلى الرأي. عندما جاء إلى مصر كان عنده مذهب آخر أو تغيير في نسبي في مذهبه، لكن يبقى دائما أبو حنيفة بكتابه الرسالة هو المؤسس. يعني أتينا بديكارت لماذا؟ لأنه المنهج العقلاني الأوروبي الآن منذ العصر الحديث قائم أساسا على مقال في المنهج نتاع ديكارت، ديسكور لا ميثود. فمقال في المنهج في الثقافة العربية الإسلامية هو رسالة الشافعي، ولذلك يعني مقابلة ومماثلة هي للتوضيح فقط. ولكن الدور الذي لعبه الشافعي ورسالته في مجال الفقه يعني يوازي من حيث القوة ومن حيث التأثير الدور الذي لعبه ديكارت بمقال في المنهج في الثقافة الفرنسية والأوروبية عموما. سنأتي إلى تفسير ذلك دكتور عندما نتعرض ونتطرق للأنظمة المعرفية الثلاثة التي حددتها في الحضارة العربية الإسلامية. قبل ذلك استفسار بالنسبة لمسألة علم أصول الشيء. يبدو في الحضارة العربية أن الحيرة المعرفية والتقعيد الإبستيمولوجي إذا صح التعبير كان موجودا متأصلا. كان هنالك علوم أول ما تتوضح أركانها المضمونية ورؤاها المنهجية يظهر علم آخر بنفس الاسم لكن يستبقه لفظ الأصول. ظهر ذلك في النحو، ظهر مع ابن جني، ظهر في الفقه طبعا، ربما اختلاف الآراء، لكن ربما الغزالي في المستصفى من علم الأصول. طبعا في الكلام كان متعددا لأنه لم يكن مستقطبا. ظهر في التفسير مع فخر الدين الرازي مفاتيح علم الغيب. ظهر في البلاغة مع حازم القرطاجني، رغم أن عبد القاهر الجرجاني كان هو الذي قعد المضمون. هل توافق على أن الإبستيمولوجيا رغم أنها منهج بحثي جديد وأنت تعتمده ينتمي المدرسة الفرنسية مع باشلار وغيره، كان له وجود في الحضارة العربية، وجود يعني كنشاط واعي بنفسه؟ هو الإبستيمولوجيا كنقد للمعرفة وللعلم، هي نقد للعلم، يعني نقد المعرفة ليس كمضمون المعرفة صحيحة أو غير صحيحة، لا، نقد لطريقة بناء المعرفة وإنشائها إلى آخره. هذا منهج الأصول، هو هذا. لكن الفرق هو أنه المادة التي تمارس فيها الإبستيمولوجيا أو النقد المعرفي في الثقافة العربية في زمن الشافعي وبعده وقبله طبعا هو القرآن النص، في حين أنه المادة التي مورست فيها الإبستيمولوجيا والمنهج في زمن ديكارت وبعد ديكارت كانت الطبيعة والمعرفة بها. هذا الفرق. فبالنسبة للعلم الأصول الذي شيده الشافعي هو أصيل، بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول إنه أخذه عن غيره، سواء كان هذا الغير خارج الحضارة العربية أو داخلها، وغير مسبوق. غير مسبوق، خصوصا إذا اعتمدنا كتابه الرسالة إنه كتاب كامل يعني جاهز
انتهى ولم حتى أصبح من المستحيل أن يضاف عليه شيء. يعني لماذا؟ لأنه هو الكلام العربي اللي هو القرآن هو مصدر في التشريع في الأحكام، لكنه لغة، ولغة بيانية في استعارة، في مجاز، في أنواع من التعبير للشيء الواحد، فيه مثلا الكلام الذي يفهم منه أنه خاص بهذا ولكن في الحقيقة عام، وفيه الكلام اللي هو عام ولكن أنه خاص. فالبحث في هذه المسائل اللي هو الخاص والعام، الأصل والفرع، يعني كيف نميز نقسم هذه الأمور، هذه هو الإبيستيمولوجيا، أي هذا هو نقد المنهج، نقد الكلام، نقد الكلام إلى آخره. فأسس هو هذا المنطق. يعني حتى إذا رأيت قرأت كتابه أو تصفحته ستلاحظ أنه أول جملة ربما في بعد المقدمة كيف البيان، البيان هو نبين للناس، والبيان للناس هو القرآن، يعني كيف يبين القرآن للناس، فيدرس كيف يستعمل القرآن واللغة العربية لبيان للناس. طبعا التبليغي. يعني كيف يبلغ، كيف يفعل، هو ما نقول عن التواصل، كيف يوصل، كيف يعطي. فدراسة هذا التواصل أو التوصيل أو التبليغ في هذا الإطار هو يعني منهج إبستيمولوجي، ويعتمد النقد، لأنه عندما تقوم بهذه المهمة فأنت تعطي الشيء وضده وما يقترب وما يبتعد، وتختار وتنتقد هذا وهذا وتقول. فمن هذه الناحية، من ناحية طريقة التفكير، الطريقة النقدية في التفكير، الطريقة المنهجية في التفكير في الإسلام، قننها الشافعي. بطبيعة الحال الناس كانوا يفكرون ويميزون من قبل، كما أن سيبويه في النهاية العرب كانوا يتكلمون العربية، ولكن دون أن يعني أن يقولوا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ما كيقولوش هذا الشيء ولا يعرفونه. حتى أن عربي مر بنحاة في البصرة ذات يوم وهم يناقشون هل هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجزوم، قالوا هؤلاء يتكلمون في كلامنا بكلام ليس من كلامنا، يعني ما عندوش مرفوع مجزوم، مش موجود هذه عنده. يعني هذا تسمى ميتا لانجاج، هذه كلام لغة أخرى فوق لغة، لغة تتكلم في لغة أخرى. فلربما نقول أن البداية في التقعيد هي النحو، وأيضا الكلام بدأ في هذا المجال، لكن إعطاء التقعيد قاعدة منهجية ومتأصلة هو الشافعي. ثم بعد رسالة الشافعي وطريقته التي بناها أخذ منه النحويون، وأخذ منه المتكلمون، بعد أن كان النحو والكلام في الأصل يعني قد راجت فيه مثل هذه المسائل، لكن إنما قننت وصححت وضبطت مع الشافعي. وعندما تم تعميم هذه الطريقة وذكرت أن لأن النص هو المرجع في الحضارة العربية كان معرفياً، صار القياس هو المنهج في وحدة وحدة المادة، فرضت وحدة الموضوع. قبل أن نصل إلى ذلك، وسيكون هناك مجال للحديث عن أهمية البيان في كمنهج معرفي في الحضارة العربية الإسلامية، العقل العربي تكون، وأنت عرفت العقل العربي بأنه البنية الذهنية الثاوية في الثقافة العربية الإسلامية كما تكونت في عصر التدوين، وأنت تضع أهمية قصوى لعصر التدوين. ذكرت أن هذا لم يتم إلا في إطار صراع بين ما سميته بالمعقول الديني واللا معقول العقلي. ما هو المعقول الديني ولا معقول العقلي؟ المعقول الديني هو هذا البناء الذي بناه الشافعي مثلا، أو هو الاستدلال القرآني نفسه. عندما تقرأ القرآن فهو يستدل في أنفسكم فلا تبصرون، يعني أفلا تعقلون، يعني فيه تنبيه الناس إلى أنهم يمارسون أشياء غير مقبولة في العقل، يعني تعبدون ما لا يضركم إلى آخره، لا يسمع ولا ينفع، هذا غير معقول. فالمعقول الديني هو ما يعطيه وما ينفيه هو غير معقول، ويدعو إلى تحكيم العقل. فالمعقول الديني هو هذا الأول. لا معقول العقلي، المفروض أن العقل هو يتعامل مع هو المحسوس، ما هو موجود، ما هو نص، ما هو كذا، ما هو
في الثقافة اليونانية بدأت ب يعني نهضتها إلى آخره كثقافة عقلانية مع أرسطو مع ووصلت يعني أوجها في نهاية الأمر إلى أن نزلت من سماء أثينا إلى آخره وتوسعت مع الإسكندر تشتتت في العالم كله وفقدت وحدتها وتصور اليونان للعالم الذي كان محصور في أثينا والبشر والآلهة وهذه يعني محصور يعني سيستماتيك مغلق لما خرج الإسكندر الصين وخرج الهند وخرج الفارس ومصر يعني تشتت تبعثر ما عاد ممكن العالم حبسه في صندوق لا فهنا وقع الكفر بالعقلانية اليونانية أنه مشي هي يعني ضاق عليها الكون فأصبح كل واحد يبحث عن حقيقة لنفسه من هنا نشأ هذا النوع من البحث عن اتصال بالحقيقة العليا اللي هي الله مباشرة وطغت هذه النزعة الصوفية الغنوصية وهي ليست مبنية على الاستدلال بل مبنية على ادعاء قناعة فكرية معينة وحي أو إلهام أو كشف أو ما شئت فهذا نشأ من هذا الاتجاه ما يسمى بالغنوصية بالراغنوز أو بالهرميسية تخلطت مع المعتقدات المصرية وغيرها فصبح هذا هو اللا معقول سليل راسيونيل صبح هذا اللا معقول انتقل إلى الثقافة العربية مباشرة بعد حرب الفتنة هذه حرب الفتنة أصبح يعني الإسرائيليات أصبح الهرميسيات أصبحت الثقافات القديمة كلها تنبعث من أصولها لأنه أصحابها اللي هم الفرس أو الشعوب الأخرى كانوا ما زالوا يحملونها ويعرفونها وحتى العرب اللي هم كانوا في جزيرتهم عندهم لغة عربية وليست عندهم أبعاد ثقافية يعني ما ورائية يعني عمليين كما يبدو من القرآن العرب الذين كان يخاطبهم القرآن كانوا دهريين عمليين يعني لا يهلكون إلا الدهر يعني عمالي هذا الاتجاه لكن قبل هذه الحضارة كان ناس لهم اليهود لهم الصبيعة لهم الهرمسيين لهم عندهم ثقافة ما ورائية لكن غير عقلانية اتجاه بعد يعني غنوصي ادعائي معرفي سحري إذا شئت فهذا لا معقول هو الذي ترجم أولا للثقافة العربية لأنه في الصراع ما بعد صفين مباشرة نشأ الصراع ما بين عرب وغير العرب وغير العرب أحيوا ثقافاتهم إلى آخره السابقة على الإسلام السابقة على الإسلام فأصبح يعني كشكول من الثقافات اختلطت تشترك في كونها لا معقول هل هذا الصراع بين المعقول الديني واللا معقول العقلي يعني بين الموروث الإسلامي الخالص والموروث السابق على الإسلام مضمونيا هل هو بالضبط ترجم منهجيا إلى صراع بين البيان كنظام معرفي وبين العرفان كنظام آخر؟ طبعا لأنك أنت تحدد أن أهم الأنظمة المعرفية العربية هي أو العربية الإسلامية كانت البيان وأتينا على ذكره مع الشافعي فالعرفان سواء الكشف الصوفي أو العرفان الشيعي فالبرهان الذي سنأتي على ذكره بعد ذلك هل هي مقابلة بين المضمون والمنهج أو ترجمت مضمونيا إلى المنهج هو الاثنين لأنه البيان منهج ومضمون يعني أنت في البيان تستعمل استعارة تستعمل المجاز تستعمل القياس قياس الفرع على الأصل إلى آخره والمضمون هو هذا أي ما يعطيك القياس اعتبره الحقيقة في الثقافات القديمة التي انبعثت كما قلنا في هذا ما بعد حرب صفين وما خلفته من تأثيرات وأبعاد نشأ هذه الترجمة وكان أول ما ترجم هذا شيء أساسي في التاريخ كله الثقافة العربية أول ما ترجم من الثقافات الأجنبية كما يقول المؤرخون هو خالد بن يزيد معاوية ترجم كتب الكيمياء والسحر يعني كان هذا أمير انتزع منه الملك وبقي على كل حال بدون راح إلى مصر بدون ملك فكان يطمح من أجل استرجاع الملك فمن أجل استرجاع الملك لابد له من مال فسمع أن ناسا في مصر يصنعون الذهب من الكيمياء فقال طيب نترجم الكيمياء باش نصنعوا الذهب ونصوبوا الماء ونسترجعوا الإمارة إذن هي ليست الكيمياء هي الألشيمي هي الألشيمي لأنه الكيمياء شنو هي بعد ذلك الوقت الألشيمي هي تحويل المعادن الخصيصة إلى معادن
يعني رفيعة وغالية، بعبارة أخرى تحول الرصاص والنحاس إلى ذهب وفضة. فهاد العلوم اللي هي تدخل في زمرة العلوم السرية لي سيونس اوكولت اللي هما يعني اسرار ما يمكنش تكون عند كل شيء. فهذا لا معقول، فهذا لا معقول انتشر واصبح له دور في الثقافه العربيه الاسلاميه ضد البيان. ولذلك احتاج المامون فيما بعد الى حلم بارسطو يحلم به بالبرهان لكي يقاوم العرفان. ثلاثه مسائل مرتبطه. سوف ناتي لمساله ارسطو، لان طبعا هنالك فكره شائعه ان ارسطو كان هو اول ما اتصل به العرب من علوم الاوائل، لكن انت تقول ان ليس ذلك لا صحيح. من ناحيه كان خالد بن الوليد هذا في الامويين، في زمن الامويين. اما ارسطو لم يقع الاتصال به الا في العصر العباسي. يعني تقول حتى لم يترسخ الاصول البرهان تترسخ الا في القرن الرابع. بالنسبه للبيان، لانه يهمنا اكثر ربما، لانه حسب ما يفهم من كتاباتك انه هو طاغ اكثر من غيره في الثقافه العربيه الاسلاميه. وممكن انت حتى قلت بما انه مرتبط بالفقه، قلت ان الحضاره العربيه الاسلاميه هي حضاره فقه، وان اكثر منتجات العقل العربي تعبيرا عن خصوصيته هو الفقه البيان. يعني بالنسبه للبيان تذكر ان له بعض الخاصيات، لو تتفضل بتفسيرها. تقول ان هنالك ثلاثه مبادئ تميز البيان، هي الانفصال والتجويز او اللاسببيه والمقاربه. لو بسطت القول في ذلك. البيان يعني كما قلنا يقوم على القياس، قياس فرع على اصل، لكن المتكلمون توسعوا فيه في هذا المنهج عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إثبات العالم مثلا بطريقة أخرى غير بيانية بهذا المعنى، تكون بيانية بشكل آخر، لأنه الطريقة البيانية القرآنية يعني أن تصل إلى معرفة الله بتأمل موجوداته وتقول لابد له صانع. لابد من صانع. عندما ندقق في هذا الأمر، وعندما ندقق المعتزلة خاصة في هذا الأمر، طيب لنا عالم وهذا العالم لا بد له من صانع لأن لكل مصنوع صانع، لكن هذا العالم كيف صنع؟ فما هو هذا العالم؟ طيب العالم عبارة عن مواد إلى آخره، ثم هذه المواد عبارة عن أجزاء لا تتجزأ، فأرجعوا الطبيعة كلها إلى أجزاء لا تتجزأ، إلى ذرات. فإذن هذا العالم جواهر فردة كما يسمونها اللي هي ذرات، ائتلفت بالتركيب وصنعت منها أشياء، وهذه الأشياء تركبت مع بعضها إلى آخره. فهذا هو يعني هناك صنع، لأنه الكلام تقول العالم موجود، ولكن في الحقيقة موجود ومصنوع لأنه مركب، لأنه ليس شيء واحدا. هذا النوع من التركيب ومن الصناعة هذا من قام لا تقوم بمفردها، لابد لها من يصنعها يركبها إلى آخره وهو الله. هذا هما في الحقيقة هنا تأثروا بالعلوم اليونانية والقول بالطبائع إلى آخره، فبعضهم فكان هذا هو العلم الطبيعي المؤسس للعقيدة الدينية المعتزلية، وليس البيان بحده. البيان كمنهج مش مشكلة، لكن هذا البيان ينتقل من شيء معطى إلى شيء يشبهه أو هو أصل له أو إلى آخره، لكن هذا الشيء المعطى من أين أتى؟ فهم يبحثوا في هذا من أين أتى، فقالوا بهذا خصوصا المعتزلة، وأخذ عنهم الأشاعرة هذه الفكرة اللي هي نظرية كلها اللي هي الجواهر الفردة. هذه النظرة إبستيمولوجيا أي الذي ينظر إلى العالم على أنه عبارة عن أجزاء لا تتجزأ، فهذه النظرة تقوم على الانفصال أي فصل أشياء، فصل بعضها بعض، وخصوصا هذا مفهوم الابستيمولوجي لأنه في الضوء. في الضوء العلماء في القرن الماضي والتاسع عشر كان همهم الشاغل هو البحث، هل الضوء عبارة عن حبات أو عبارة عن أمواج؟ الموجة هي اتصال والحبات هما التجزئة والانفصال. فإذا أخذنا هذا المفهوم الاتصال والانفصال يعني اقتبسناه من العلم الطبيعي الحديث وطبقناه على العلم القديم اللي هو البحث الكلامي في هذه الميدان، في هذا الميدان ما كان يسمى بدقيق الكلام، سنجد أنه يقوم على الانفصال كل واحد بحضه. وهذا الفكرة الانفصال
يعني ونجد لها ما يعززها ما يؤيدها في النظرة العربية الصحراوية للأمور. فالنظرة الرجل اللي ساكن في الصحراء يعني مش بحال الرجل ساكن في البحر. اللي ساكن في البحر كاين الأمواج بلا ما تكون تسونامي يعني تكون طوفان في أمواج يعني الأمواج متصلة موجة وجاية وحدة وكل واحدة تعاوزة تطول غيرها كما تقول قلتهم. لكن في الصحراء عنده حبات الرمل عنده شجرة بوحدها عنده ذرات. فهذه النظرة التي تنظر إلى الشيء على أنها كائنات منفصلة بعض عن بعض نظرة بيانية. النظرة التي تقوم على الاتصال شيء آخر عرفانية من جهة وبوهانية في طريقة أخرى. الاتصال والوصال هذا يصبح وصال. نعم يصبح وصال. بالنسبة لللا سببية بالنسبة لللا سببية بالنسبة لهم لأنه هذه مسألة تخص الجانب الديني لأنه الأشاعرة هم الذين قالوا باللا سببية أصلا لأن المعتزلة ما قالوا بهذا النوع بهذا الشكل قالوا بشكل آخر. لكن يعني الأشاعرة بما أنه إثبات صحة القرآن كما يتوهمون وإن كان هذا ليس ضروري أن يقوم على المعجزة. المعجزة معناها أنه خرق العادة معناه شيء ما كانش وكان ولا شيء كاسي واللي طير ما كانش سببية هذا الكاس ما ممكن لا يمكن أن يعطينا طيرا بأي وجه من الوجوه إذا اعتمدنا تسلسل الأسباب. لا فهما قالوا من أجل إثبات المعجزة يجب قطع السببية قطع السببية إلى درجة أنه هذا النص المشهور نتاع الغزالي أنه النار والقطن لا نقول إن النار إن القطن احترق بالنار إنما احترق عند وجود النار. سبب ليس النار سبب مناسبة يعني فصبحت فكرة السببية ملغية بفكرة المناسبة. إلى اليوم جداتنا وربما أمهاتنا يقع حادث سيرين لأحد في الطريق فيقول لا تقول هذاك الطوموبيل التي ضربته أو قتلته ما كانت إلا سببا سبب هنا مناسبة مش بمعنى فاعل وما ينكرون السبب الفاعل أي ارتباط المسبب بالأسباب. ولذلك قضية النار التي ضرب بها الغزالي مثالا أنه النار لا تحرق بالضرورة لا تحرق بالضرورة لماذا؟ لإثبات المعجزة أنت سيدنا إبراهيم الذي ألقي في النار ولم يحترق. فهنا نلغي السببية وإن كان بن رشد رد عليهم كلهم قال لهم أنتم تكلفون أنفسكم ما, 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 ما لا ضرورة له لأنه لكي تؤمن بالنبوة وبالمعجزة أول شيء أمن بالله بعدها إذا لم تؤمن بالله فلا يمكن أن تؤمن لا بالنبي ولا بالقرآن ولا بشيء ولا بغيره. والإيمان بالله كيف يكون؟ نصل به بتأمل الكون هذا عنده سبب هذا عنده سبب نصل إلى السبب الأول فنكون من طريق الاستدلال نسيب إلى خالق هذا تخلق من هذا تصنع هذا تصنع إلى صانع أول. فإذا لم نسلك هذا الطريق يعني إحنا نكسر السببية ونخلي الأساس الذي هو به يتم البرهانة على وجود الله. أما المعجزة عادي تجيء في الأخر إذا لم يكن الإنسان مؤمنا ومعترفا بالله بطريق سببية فلا طريق إلى مخاطبته لا بالقرآن ولا بالنبوة ولا بشيء آخر ولا بمعجزة. وحتى المعجزة بالنسبة لابن رشد بالنسبة للإسلام طبعا معجزة الرسول هي القرآن أساسا ما فيش الباقي كله يعني غير موجود لأنه القرآن كله قريش كانوا يطلبون منهم معجزة. أعطينا آية تنزل أعطينا كتاب ينزل أعطينا طوفان أعطينا جنة أعطينا المنة والسلوى أعطينا قلبنا هذا يكون القرآن كله مش هيك. وكان معجزة أسلوبية بيانية ثقافية أكثر من معجزة بالمعنى الحسي وعجازهم في لغتهم هذا هو عجاز ثقافي. وبهذا مشاهدين الكرام تبلغ هذه الحلقة من قضايا الفكر تمامها. سيكون لنا من الحوار المزيد في موعد جديد مع الدكتور محمد عابد الجابري. حتى لقائنا الأسبوع القادم تحية لكم من مالك التريكي ودمتم في أمان الله.